بعد ما أنا حاولت أقنع بلاتيني أن ينزل الانتخابات، أن صار يعني وقته، بلاتر صار 3 دورات وصار يعني وقت أن صراحة تتغير الدماء وتتجدد. بلاتيني كان حق واحد أنه يعني أكفأ واحد ممكن أنه يعني يستلم الفيفا في وقته. اعتذر بلاتيني، قال له أنا ما راح أدخل، راح أدعم بلاتر يعني. طبعا ما قلت له أنا عن قراري إيش اللي بسويه، بس أنه أعطيته فكرة يعني إذا بيدخل. وقلت حق بلاتيني يعني وقتها، ترى إذا أنت متأمل أن بلاتر بيجهزك أو بتكون يعني وريثة في المنصب، ترى غلطان، ما راح يصير الشيء هذا. بلاتر عنده أفكاره وعنده أجندته هو نفسه.